أناقش هذا الموضوع مع عبد الناصر العايدي المحلل العسكري ضيفي من باريس. أهلا بك عبد الناصر. وحبيب صالح الكاتب المعارض السياسي ضيفي من برلين، أهلا بك سيد الكريم. بالإضافة إلى محمد النعيمي الإعلامي السوري ضيفي من إسطنبول، أهلا بك. ويوسف البستاني الناطق الإعلامي باسم اتحاد تنسيقية الثورة من دوما عبر سكايب، أهلا بك يوسف. معك أبدأ آخر التطورات، إلى أين وصل عدد الشهداء الآن؟ نعم سيدي، أسعد الله مساءكم. مدينة دوما اليوم تزف أكثر من 70 شهيد. تم توثيق اليوم أكثر من 70 شهيد بالاسم استشهدوا جراء هذه الغارات التي استهدفت أسواق متفرقة في المدينة. اليوم استهدف نظام سوقين وليس سوق واحد، استهدف سوق الهال واستهدف أيضا ساحة يتواجد بها باعة متجولين وبسطات صغيرة. العدد هو أكثر من 125 شهيد، هناك أكثر من 300 جريح. توقعات أن يعني عدد الجرحى كبير، وهناك يعني وضعهم سيء للغاية، ربما أن يستشهدوا في هذه الساعات أو في الساعات القادمة. هناك من خسر أطرافه، هناك من لديه نقص شديد في الدماء، يعني وضع مأساوي في النقاط الطبية. هناك تخوف حقيقي من يعني هناك رعب حقيقي يعيشه الأهالي في هذه اللحظات من غد، من هذه الليلة. ماذا سيقوم النظام؟ هل ستستمر الإبادة؟ منذ 4 أيام خسرت المدينة 30 شهيدا، اليوم تخسر 120-125 شهيدا. ماذا هذه الليلة؟ ماذا بعد هذا؟ نعم، طيب، شكرا لك يوسف البستاني الناطق الإعلامي باسم اتحاد تنسيقية الثورة، كنت معي عبر سكايب من دوما. أتجه مباشرة إلى برلين حيث ضيفي الأستاذ حبيب صالح. على ما يبدو بأن هذا هو الرد من بشار الأسد على الحل السياسي أو على الهدنة التي قام بها الإيرانيون فيما يخص الزبداني، يعني هو يريد تحويلها، إفراغ السنة ويأتي بالشيعة هناك. يعني مهما كانت صفاقة النظام وإجرام النظام واستمراره في القتل والتدمير، وطبعا يعني إلغائه للأصوات الدولية، وطبعا ردا على زيارة وزير الخارجية السعودية الذي هدد بالحل العسكري إذا لم يزعن النظام، ثم جاءت ردا على زيارة النظام زيارة الائتلاف إلى موسكو. وبالتالي هذه المفاوضات التي كانت تشرع لبشار الأسد أن يفعل ويستمر ويجرم ويمعن في الإجرام، ولإيران بعد الاتفاق النووي أن تأخذ الضوء الأخضر من الرأي العام الدولي وخاصة من روسيا كي تستمر في عملية الترانسفير الديموغرافي السوري التي لم يحصل مثلها حتى بعد قيام إسرائيل عام 48. نعم. هذا طيب. أول ترانسفير رسمي تفاوض عليه إيران لتبديل المناطق الديموغرافية السورية وتبديل الطوائف وإحلال طوائف مكانها واختيار الأماكن واختيار هذه أخطر طبعا سياسة تمنهجت وأصبحت طبعا تتفعل بدعم روسي وتتفعل بدعم أمريكي لمجرد أن إيران تقول أنها تحارب داعش أو أنها وقعت على الاتفاق النووي، ولأن الوزير السعودي ذهب وتحدث بصوت عالي، ولأن الائتلاف، كلهم يستفيدون من كل هذه الخطوات. لا حل في سوريا على الإطلاق إلا بدعم المعارضة المقاتلة. إذا لم يتم سحق هذا النظام، إذا لم يتم تدمير مواقعه وقدراته العسكرية، إذا لم يتم إزلاله وبالتالي قتل كل طبعا ضباطه وعسكره واقتلاعهم من مواقعهم، فسياسة القوة وسياسة الحسم العسكري ستستمر، وسيجري التغيير الديموغرافي، وسيجري طبعا القصف بالكيماوي مرة أخرى، لأنه ليس هناك حساب ولا عقاب. ونحن نعرف أن لجنة الكيماوي الآن موجودة في سوريا وتحت بصرها وسمعها يتم كل ذلك. أين أصدقاء سوريا؟ أين ما سمي الجامعة العربية؟ أين ما سمي التحالف العربي الجديد؟ أين ما سمي بالمبادرة التركية؟
كل ذلك ليس له وقع على الأرض وليس له تأثير وانعكاس على الميدان في موضوع قدرة النظام على 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 فعل ما يريد، طبعا بالدعم الإيراني وحزب الله. لم يتشكل طيب. حائط صمود، تحالف صمود ضد هذا الثالوث الإيراني اللاتي طبعا الروسي. لابد من تشكيل هذا التحالف ميدانيا، ولابد من دخول الأسلحة النوعية حتى يمكن أن يتوقف كل ذلك. نعم، لكن المصيبة أستاذ محمد النعيمي ضيفي من اسطنبول وأنت إعلامي سوري، بأنه المجتمع الدولي يشرعن ما تريده إيران. يعني المفاوضات لو قبلت أحرار الشام يوم أمس إفراغ هذه المناطق واستبدال السنة بالشيعة، لكان المجتمع الدولي يبارك هذه الخطوات. أولا سيدي الكريم مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. سيدي الكريم، الاستراتيجية التي تعتمدها إيران في سوريا هي إبدال أو تغيير واقع ديموغرافي قوي جدا، اتبعته عبر أسلوب ضخ إعلامي قوي جدا، وزرع الفتنة بين السوريين إن كان شيعة أو علوية من جهة وإن كان سنة من جهة أخرى، حتى أصبحنا أعداء نكره بعضنا أكثر مما نكره إسرائيل. حتى الآن نحن لا نستطيع أن نقف أو نرفض حتى هذا المشروع. على سبيل المثال، أنا كأبن محافظة إدلب لا أستطيع أن أقول أن سأرفض أو أقبل التعايش مع أهالي الفوعة الذي يرسم إلى نقلهم إلى الريف دمشق الغربي، وهناك أبلغنا قبل قليل أن قوات النظام وقوات حزب الله تفرغ المدن ما بين بلودان والزبداني وتاجيرهم، وتعطتهم فرصة 24 ساعة لتاجير هذا الموضوع. الأمر الآخر، دعني أن لكي لا تمر هذه النقطة، ما حدث اليوم قبل قليل قبل دخولي الاستوديو كنت أتواصل مع أهلي في دوما، بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة إلى 130 شهيدا. لم تستخدم الصواريخ الفراغية فقط، بل استخدمت القنابل المظلية، وربما هذه المرة الأولى التي تستخدم. سبب الرئيسي للقصف أو للمجزرة التي ارتكبت في دوما هي بعد أن يأس النظام من تهجيرهم بعد حصارهم لمدة 3 سنوات. صبروا على الجوع، أكلوا الحشائش، أكلوا من كل شيء، أكلوا حتى الحيوانات المحرمة أكلوها، ولكن صبروا. عندما يأس من تهجيرهم بطريقة الحصار والتجويع عمد الآن إلى تفريغ المنطقة عن طريق القتل. دوما كما نعرف النظام يحاصرها، وتنظيم الدولة أو داعش تقطع خط الإمداد، وكل الطرق مغلقة تماما بوجه هذا الموضوع. أنا أريد فقط أن أمر نقطة سياسية هنا سيدي الكريم. تفضل. إذا كان على الائتلاف السوري الذي يدعي أنه يمثل الثورة، إذا بقي في شيء قليل من ماء الحياة أن يعلن اليوم استقالته على الملأ، لأن لا هناك لا تنديد، لا دعوة إلى مؤتمر طارئ، لا عبر منظمة المؤتمر الإسلامي، يعني يا ولا الجامعة العربية، حتى مستوى الشارع، حتى على مستوى الشارع لا يوجد حراك. طيب يعني يا أستاذ محمد، أستاذ محمد فقط، يعني الائتلاف كل شيء نرميه على أكتاف الائتلاف؟ يعني الائتلاف لا مجتمع دولي ولا دول إقليمية خرجت نددت. الائتلاف هو عبارة عن مجموعة من الشخصيات السورية جمعوا أنفسهم وبتكلموا، وما حد سامحهم يعني بصراحة. خلاص هو عفوا أستاذ عمار، يا زميلي العزيز. فضل. يا أستاذي فضل. الائتلاف شئنا ما بين الآن هو ممثل سياسي للثورة. إذن الآن أمام هذا تنديدا لهذا الموقف. طيب. لدينا الآن بيوم واحد أكثر من 200 شهيد، أشلاء أطفال كلهم من المدنيين، الصور مرفقة. علي الآن أن يعلن استقالته كموقف، يدر موقفا لا يقف. يعني أنا أستغرب هذا الجمود في الشارع العربي، جمود على مستوى الجامعة العربية أو عبر المنظمات المجتمع المدني في كل أنحاء العالم. لدينا الآن شعب سوري يباد بشكل كامل. لدينا، دعني أقولها بالخط العريض، من يقتل هم السنة فقط لتنفيذ معسكر مشروع إيراني. المشروع أصبح واضحا. أنا أقول كلمة مهمة جدا هنا، دول الخليج الذين يعتبرون أنهم سنة لن يبقوا بعيدين عن الشرر. إن لم يقفوا الآن بوجه هذا المشروع سوف تحرق ليس الأطراف بل تحرق كل البلدان، لأن إيران لن يقف مشروعها في سوريا بل سيمتد إلى الخليج، وما حدث في الكويت بالأمس ليس ببعيد. نعم. طب أستاذ عبد الناصر، عسكريا الآن لو أتينا للحديث عن هذا الموضوع، خصوصا بأن هناك من يقول بأن الأسد تلقى أسلحة جديدة من روسيا، الآن هل يستطيع الأسد بهذه السياسة بهذا القصد أن يقوم بإجبار الأهالي على إخلاء هذه المدن، هذه المناطق، استبدالها بالشيعة؟ يعني خلينا نحط الموضوع بإطاره الكامل.
المفاوضات السياسية اللي كانت تقودها إيران على المستوى الدولي لعقد صفقة إقليمية تبقي من خلالها النظام أو تحدث يعني تغييرات دستورية بالدستور السوري لتشريع نفوذها ورعايتها لطائفة معينة فشلت. محاولاتها لاختراق بعض الفصائل السورية أو يعني عمل شيء داخلي بالتوافق مع الفصائل كما حدث مع أحرار الشام وفشلها في يعني اختراق وطنية هذه الفصائل والسماح بعمليات مبادلة ديموغرافية فشلت، فلجأ إلى خياره الأخير وهو التصعيد العسكري. الآن نحن إذا عملية التصعيد العسكري يستخدمها بالطريقة الإجرامية التي يستخدم بها أي مجرم يأخذ رهائن ويبدأ بقتلهم تباعا ليحصل على أهدافه التي يريدها، هذا باختصار ما يحدث. المجتمع الدولي ليس له مصلحة بأن يفعل شيء وليس مستعد لأن يفعل شيء، الجميع ليسوا يعني بوارد التحرك. الآن الكرة في ملعب القوى العسكرية السورية. الحل العسكري الوحيد المتاح لمواجهة هذه الهجمة الإجرامية وهذا التصعيد المفصل، يعني التصعيد الذي نراه اليوم هو معركة كسر عظم، إما أن ينتصر مشروع إيران ويفرض علينا بقوة السلاح وإما أن نفرض مشروعنا الوطني السوري. الحل الوحيد هو بتوحد البندقية المقاتلة، توحد فصائل المعارضة، ليس أمامنا من خيار آخر سوى هذا الخيار. كرمى للدماء الزكية التي تسيل كل يوم وبالعشرات، كرمى للأرواح الطاهرة للأطفال، فلتتوحد كافة الفصائل اليوم وليس غدا. أيضا هناك مسألة مهمة للغاية يجب الالتفات إليها، وهي أن المجتمع الإقليمي العربي تحديدا الآن هو بموقع المطالب يعني مجبر على تقديم الدعم للثورة السورية، لأن إيران وروسيا وغيرها بدأت بتقديم الدعم العلني ولم تعد يعني تتورع من الإعلان عن ذلك ولا الإعلان عن نواياها ولا الإعلان عن يعني عدوانيتها الشديدة وتقدم السلاح والمقاتلين والأموال. فلماذا إلى الآن الدول الإقليمية يعني تتعامل بخفر وخجل مع هذه المسألة؟ يجب أن يتم تقديم العون بشكل واضح ولتكون سوريا ميدان الصراع العسكري حتى يعني ينتصر أحد الطرفين. نعم أستاذ حبيب، مجاز الأسواق النهج يتبعه نظام الأسد الآن، مجزرتين خلال أسبوع في دوما، مجازر في إدلب، يستهدف المدنيين بشكل خاص، يستهدف أهل السنة في الأسواق. ما الرسالة المراد إرسالها للمجتمع الدولي من نظام بشار الأسد؟ طبعا نظام بشار الأسد يريد أن يرسل رسالة يقول أنه لا زال نظاما راسخا قويا يستطيع أن يبادر عسكريا، يستطيع أن يقاتل المتطرفين. هو يريد تسويق نفسه في العالم على أنه يقاتل داعش والمتطرفين. علينا أن نقوم بحملة في أوروبا، في العالم العربي، في الجامعة العربية، في دول الخليج، على هذا الائتلاف، على المغتربين السوريين، على كل العالم، على الإعلام، على الجميع أن يبدأ بحملة إعلامية هائلة، يرسل مبعوثين إلى العالم، يرسل مبعوثين إلى الأمم المتحدة، يتم توضيح الاندفاعات الإيرانية والمشروع الإيراني في الترانسفير، يتم شرح مشروع النظام في القتل والتدمير، وتركيز على العامل الأساسي وهو حاضنة الثورة. وأقول أنهم السنة بكل تأكيد، هو لا يقتل أحد إلا السنة، وبالتالي نقول لأنهم حاضنة الثورة، ولذلك نحن نستنجد وننادي للعالم الإسلامي كله، للعالم العربي كله، نقول نحن دولة مؤسسة في الجامعة العربية، نحن دولة مؤسسة في الأمم المتحدة. أين هذا العالم الذي أحصى عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة جميعا وأصدر القرارات 2118 و32 و19 وغيره عن الكيماوي وعن المجازر الجماعية وعن مجازر الأطفال؟ ولم يتحرك هذا العالم. أينما سمي بأصدقاء سوريا لم يتحركوا. ليذهب وفد اليوم إلى المملكة العربية السعودية ويناقش ما جرى على خلفية عاصفة الحزم،
ليذهب وفد إلى تركيا وليقول بالضبط ماذا تريدون؟ هل تريدون حماية الشعب السوري الذي يباد تحت أبصاركم وأسماعكم وكلكم تتذرعون بالمعادلات الدولية وبالضغوط الدولية وأن الجامعة وأن روسيا وأن أمريكا لا تريد وهذا لا يريد؟ هذا ما هو متاح وهذا ما يتيح كل الفرص لنظام آل الأسد كي يستمر ويضرب المدنيين ليس في البراميل بل بالألغام بل بالطائرات. اليوم وصلته طائرات دقيقة تستطيع إصابة الهدف بدقة، وبالتالي هو سيستخدم هذه الطائرات إضافة للبراميل والألغام البحرية والكيماوي والصواريخ الفراغية. هذه حرب إبادة ضد شعب وليست حرب ضد داعش، ليست حرب ضد الإرهاب، إنها حرب ضد المدنيين، ضد الأسر، ضد الأطفال، ضد الملايين الذين خرجوا إلى الدول العربية وغيرها وليس فيهم من يحمل رصاصة واحدة. هذه الحرب جرت ضد هؤلاء، هذه حرب لإبادة الجنس، هذه جرائم ضد الجنس إبادة الجنس البشري. هذه الحرب كلها يعني تصلح لأن تذهب إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية. فلنفعل ولا نتوقف عن التفصيل فقط ووصف ما يجري ونكون يعني فقط نمارس رد الفعل تجاه الجرائم. دعونا نطلق نطور العمل السياسي والعسكري السوري. نعم طيب أستاذ محمد النعيمي، ماذا الآن نتحدث أكثر؟ المجتمع الدولي يعني لا يتحدث، لا المجتمع الدولي يعني مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية كان قبل أثناء المجزرة مع وليد المعلم على بعد كيلومترات فقط من هذه المجزرة، وبالتالي يعني لا مجتمع دولي ولا أمم متحدة ولا غير ذلك هم يعني الآن يهتمون لموضوع ما يحدث في سوريا، بل على العكس ربما هم يؤيدون بشار الأسد، خصوصا بأن المفاوض الإيراني تحدث على إفراغ مناطق السنة بشيعة وكان الموضوع واضح. يعني السؤال، ماذا لو لم يستطع الأسد من تحقيق هذا الحلم بالنسبة له الآن الدولة العلوية، برأيك ما الذي سيحدث الآن خصوصا أنه على الميدان التوافق من يتقدم؟ تفضل. دعني أبدأ من حيث انتهيت. أنا واثق تماما أنه لأن الأسد سيفشل، لأن هذه الثورة هي قدر، ولو قدر من الله وقدر الله لابد أن يصيب. المجتمع الدولي لو بقي صامتا والتزم صرت لرضينا بهذا الموضوع، ولكن المجتمع الدولي أؤكد لك أنه شريك في الدم، في الدم السوري. وأكد لك على سبيل المثال عندما أحرار الشام أشعلت جبهة الفوعة وتجاوزت الخطوط التي كانت متوقعة من المجتمع الدولي أو من الجهات الغربية، في اليوم الثاني تم قصف مخازن السلاح الضخمة التي يتزود بها جيش الفتح. المخطط الذي يرسمه بشار الأسد مع إيران، هو بشار الأسد رغم كل إجرامه الآن أصبح دومي لا قرار له، لأن المفاوضات التي تمت مع فصيل كما يقال فصيل مسلح وهو أحرار الشام كان مع الإيرانيين مباشرة، ولو تم الاتفاق سيلزمون بشار الأسد بهذا الاتفاق. بشار الأسد أصبح دومي في مخطط استراتيجي ضخم جدا هو تغيير واقع ديموغرافي. أنا لا أتهم تركيا بالتدخل بهذه الدائرة، وبين نفس الوقت لا أبرئها لأنها أرادت تحديد المنطقة العادلة لتأمين كذلك الواقع الديموغرافي في شمال سوريا. لنقرأ الصورة بشكل كامل. الدليل على ذلك أن النظام السوري يستهدف كل الأسواق المدنية. على سبيل المثال اليوم تم قصف القصر العدلي في مدينة إدلب. أخي عمار، القصر العدلي لا يوجد مسلح واحد جانب القصر العدلي، يتم استهداف المدنيين لأمرين اثنين. الأمر الأول هو تفريغ المنطقة، الأمر الثاني ضرب الحاضنة الشعبية للقوات قوات الثوار. الأمر الثالث والأهم هو توسيع الهوة الشاسعة بين السوريين من بغض النظر عن هذه المذاهب، كي عندما يفرض نقل على أهل الفوعة وأهل النبوة والوزراء إلى مكان آخر، أنا كسني لا أريد أن يعني لا أستطيع أن أرفض هذا المشروع لأنه وصل الحقد الضخ والقتل والدماء إلى أبعد مواصله. طيب. على الساحة السياسية السيد عادل جبير وزير الخارجية السعودية لأكثر من مرات في الأونية الأخيرة يصرح لا مكان للأسد. أين الأسد؟ الأسد يقتلون يا دكتور. يعني استغرب السياسات العربية وخاصة الخليجية، يعني فقط بالتصاريح الأسد لا وجود للأسد. اليوم يرتكب في كل يوم المجازر وتقولون هذا مجرد كلام. أصبح الدم السوري عملة يتم تداولها عبر بورصات العالم السياسية. نعم في كل نعم العالم. لكن يجب ألا ننسى أيضا بأنه يعني هناك الدول الإقليمية هي من تدعم المعارضة والثورة السورية بشكل
خاص وبشكل هام منها مثل هذه الدول المملكة السعودية هي من تدعم أيضا من ثوار، وهي يعني من أصدقاء المقربين الآن ربما الورقة الملف السوري والحديث لك أستاذ عبد الناصر بيد المملكة السعودية. لكن لماذا إلى متى سنستمر بأن نقول بأن الأسد هو دمية؟ الجميع الآن يعلم بأن المفاوض على الأرض عسكريا هو الإيران، لكن سياسيا ما زال الأسد هو من يلعب بهذه الأوراق الخارجية. أكبر دليل على ذلك ربما لم تجبني عليه في اللقاء الأول، وهو الحديث عن وصول طائرات من روسيا. لا أعلم إذا كان لديك أي معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع. طبعا المعلومات الوصول ليست مؤكدة، وتم تداول خبر أنها هبطت بمطار المزة. مطار المزة لا يمكن أن يستقبل طائرات حربية ثقيلة مثل هذه. طائرات الميج 31 والميج 25 تحتاج إلى مهبط بطول 3 كيلومتر على الأقل، ومطار المزة لا يمكن أن يصبح حتى لو تم تطويل المهبط أكثر من 2 كيلومتر. فلذلك هذه الفكرة، فكرة وصولها إلى مطار المزة دعاية. أيضا وصول هذه الطائرات بهذه السرعة وبهذه الطريقة دعاية، لأنه تحتاج إلى برنامج تأهيل وتدريب و معدات أرضية لا أعتقد أن النظام كان جاهز لها بالفترة الماضية. لكن هي تدخل ضمن الصراع الإقليمي ربما الذي يحدث بإيصال تهديدات، لأن هذه الطائرة أصلا هي طائرة اعتراضية تعترض الطائرات والصواريخ البالستية العابرة للقارات وتدمرها في الجو، لا تؤثر كثيرا على الوقائع الأرضية. يعني هي ليست طائرة دعم وأسناد أرضي مثل السوخي 22 والسوخي 24 التي يعني تقوم بمعظم هذه الجرائم. إيران قدمت بالفترة الماضية، طبعا أنا كمان في احتمال أنه تكون مش من روسيا، من الوديعة العراقية لدى إيران. نحن بنعرف بحرب الخليج الأولى، عفوا الثانية، صدام حسين أرسل نحو 143 طائرة من أفضل وأحدث طرازات الطائرات في العالم، من بينها ميج 31 وميج 29 سوخوي 24 سوخوي 22، أرسلها لإيران لحتى ما تدمر بالقصف الأمريكي. وإيران تمسكت بهذه الطائرات واعتقلت الطيارين، وإلى اليوم طيارين العراقيين أسرى لديها ولم تفرج عنهم. بالفترة منذ سنتين منحت النظام سرب سوخوي 22 وسرب سوخوي 24 وسرب ميك 23، ويعني نحن نعرف بالاسم الطيارين والفنيين الذين طيب ذهبوا وجلبوا هذه الطائرات، والمعلومات متاحة وموجودة. طب عبد الناصر، هل بالإمكان يعني وضع منظومة تحذيرية بالنسبة للطيران أو للطائرات فيما يخص المدنيين لأخذ الحيطة والحذر على أقل تقدير؟ طبعا التنبيه موجود، لكن يعني المراصد تخبر انه في طائره اقلعت، لكن اصلا هذه الطائرات تتعامل مع اهداف بطريقه عشوائيه وبطريقه التدمير الهائل. يعني عندما يسقط برميل لا يمكن الاحتماء منه، عندما يسقط هذا الصاروخ الفراغي يعني جيوش العالم المتقدمه وملاجئها المحصنه جدا لا تستطيع ان تحمي نفسها من الصواريخ الفراغيه التي ضربت بها دوما اليوم. يعني الأساليب الإجرامية التي يستخدمها النظام عمليا لا حل معها سوى بمضادات أرضية تسقط الطائرات أصلا، وهذا ما يجب أن يحدث. هذا التطور الذي على عاتق المنظومة الإقليمية أن توفره الآن بعد أن وفرت روسيا وإيران للنظام كل أساليب القتل من الجو. نعم. لا يوجد ولا وسيلة غير المضادات التي تسقط هذه الطائرات. نعم. شكرا لك عبد الناصر العايد المحلل العسكري ضيفي من باريس، وشكرا موصول لضيفي من برلين حبيب صالح الكاتب المعارض السياسي. شكرا لك أيضا محمد بن عيمي الإعلامي السوري ضيفي من اسطنبول. فاصل.